السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس اسلام رضا، واهلا بيكم في الحلقة الاولى من كورس البامبس. في الاول كده عندنا مقدمة عن انواع الطرمبات. الاول كده لو حابين نعرف الطرمبة، الطرمبة هي معدة هيدروليكية وظيفتها ان هي تحول الميكانيكال باور الى هيدروليك باور، وتستخدم في تدفيع المائع علشان يقاوم اللوسز او الريزيستنس اللي في الهيدروليك سيستم. الطرمبات تطبيقاتها كتيرة جدا موجودة في حياتنا، من ضمنها ضخ السوائل، الزيوت، البترول ومشتقاته، في خطوط الأنابيب ما بين محطات الاستخراج وأماكن التوزيع، من ضمنها كمان ضخ مياه الري وضخ مياه الصرف، من ضمنها طرمبة ضخ الماء في أنظمة الفاير فايتنج، من ضمنها ضخ الزيت في أنظمة اللوبريكيشن وأشهرها التزييت في محرك السيارة، من ضمنها ضخ الوقود في محرك السيارة. المجال الواسع أوي من التطبيقات ده بيغطيه أنواع ياما، من عائلة كبيرة من الطرمبات. الطرمبات بتتقسم لنوعين أساسيين لعيلتين كبار، عائلة البوزيتيف ديسبيسمنت بامب PDP وعائلة الديناميك هيد بامب DHP. هناخد مثال على كل عيلة من دولت علشان نفهم فكرتها، وبعد كده ان شاء الله في الحلقات الجاية هنبقى نتكلم على كل عيلة وكل انواع نوع منهم بالتفصيل. لو بدأنا كده مع الطرمبات البوزيتيف ديسبيسمنت بامبس، فهنلاقي اشهر طرمبة منهم طرمبة البيستون بامب، واضح طبعا طريقة تشغيلها وواضح نظريتها. وبالإضافة ليها عندنا طرمبة الجير بامب اللي هي عبارة عن ترسين بيغرفوا السائل من ناحية وبيوصلوه للناحية التانية. دول كلهم طرمبات بتعتمد على سحب كمية ثابتة من السائل fixed displacement ونقله الناحية التانية، وعشان كده بيسموها positive displacement pumps. لو انتقلنا بقى للنوع التاني dynamic head pumps، فهي أقرب تشبيه ليها هو الخلاط، مجرد قلاب جوه علبة فيها مية أو سائل، وبتولد عليه centrifugal force. centrifugal force ديت بتاخد السائل من السنتر من ماسورة السحب الى الاطراف حيث ماسورة الطرد. لو حابين نعمل بقى مقارنة بين النوعين الاساسيين البوست ديسبليسمنت بامب والديناميك هيد بامب، فهنلاقي ان البوست ديسبليسمنت بامب بتمتاز ان هي بتدي فلوريتس صغيرة في مقابل ان هي تقدر تستحمل بريشرز عالية جدا، وبتأدي بكفاءة عند استعمال الزيوت التقيلة او السوائل التقيلة، ولذلك هي الافضل في الاستخدام في دوائر الفلويد باور في المعدات التقيله. في المقابل طرمبات الديناميك هيد زي ما احنا شايفين حجمها كبير، وبالتالي بتدي كميات كبيره، بتستحمل ضغوط قليله جدا مقارنه بالنوع الاول، بتأدي بكفاءه مع السوائل الاقل لزوجه زي الميه، ولذلك هي بتستخدم في عمليه نقل السوائل او ليكويد ترانسبورتيشن. نروح بقى لفرق كمان مهم بين البوست ديسبيسمنت بامب والديناميك هيد بامب. بالنسبه للبوست ديسبيسمنت بامب، فهي بتدي كميات ثابته من السائل ايا كانت مقاومه السيستم قصادها، ولذلك هي دايما بيتركب على السيستم بتاعها ريليف فالف او سيفتي فالف، بحيث ان لو حصل ان السيستم ده حصلت فيه مقاومه عاليه، تروح الريليف فالف ده يهرب الزيت الزياده بدل ما الطرمبه تفضل تضخ كميه ثابته فتفرقع على الخراطيم. في المقابل الديناميك هيد بامب بتدي كميات بتعتمد على مقاومه السيستم، بمعنى ان لو زادت مقاومه السيستم هتلاقي الكميه اللي بتدفعها الطرمبه بتقل. دي كانت مقدمه عن البوز عن انواع الطرمبات. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.